في حلقة جديدة من موسم جديد من برنامج الكبوت، البرنامج اللي نطرقوا فيه مجموعة ديال القضايا، مجموعة ديال المشاكل، مجموعة ديال السلوكيات المتعلقة بفرق الهوات. إذا ممكن أرفع الصوت. قلنا وبعد مرور سنة من عقد حلقة خاصة عن فرق نادي الرياضي القصري، نعود إليه بناء على مجموعة من المستجدات الخاصة بالجام العام الذي انعقد مؤخرا يوم 8 سبتمبر على 9 سبتمبر بمركز دار الثقافة بمدينة قصر الكبير. بطبيعة الحال عرف مجموعة من الخروقات، مجموعة من المشاكل التي افرزت مجموعة من الاحتجاجات ومجموعة من ردود الفعل. معنا اليوم مجموعة من الضيوف، انا الاخ حميد مزواط لاعب ومدرب ونائب كاتب عام ومسير فريق فرق نادي الرياضي القصري. سي حميد اهلا وسهلا. اهلا وسهلا سي مرتضى. اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا تبارك الله عليك. مرحبا بك. معنا كذلك الاخ احمد السعدي مدير سابق لمدرسة نادي الرياضي القصري، منخرط بالمناسبة هو المنخرط الوحيد الذي امتنع عن الصويت عن التقرير المالي والأدبي خلال الجام العام. السلام عليكم سي مدين. مرحبا بكم. أهلا سيدي. أهلا عليكم لكم أحد. الله يعطيك الخير سيدي. ضيف آخر من العيار الثقيل، لاعب سابق في فريق نادي الرياضي القصري، مدرب حراس الفريق، الأخ فريد الغرداوي. السلام عليكم سي مردين. فريد مرحبا بك. تحية رياضية للأخ مردين وكنشكرك بزورنا على كذا لاعب القدم النادي القصري للاهتمام الذي يولي الراديو ديالكم الشأن الرياضي المحلي في قصر الكبير بالخصوص النادي القصري. شكرا. مرحبا. محمد طويهر كاتب صحفي ومسير سابق، حكم سابق بعصبة الشمال لكرة القدم، مندوب حالي بعصبة الشمال لكرة القدم. أخ محمد. مرحبا سي نوردي. السلام عليكم سي محمد، مرحبا بك وهذا شرف لنا تكون معنا. شكرا لكم. شكرا. على بركة الله ننطلق في الصورة في بداية هذه الحلقة اللي كنعتبروها كانطلاقة الموسم الرياضي الجديد 2017-2018، وبالتالي غنطلقوا بتقرير ليجا جديد، القانون الأساسي ليجا جديد ديال 0-30 الذي جاء لتنظيم الجمعة العامة العادية والغير العادية. وبالتالي كان سي محمد طويهر هو الذي سينورنا جميعا وسيتطرق إلى تعريف ولو بسيط عن القانون الجديد الذي جاء فيه الجديدة الرسمية للمملكة. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكل الضيوف الكرام، تحية الإدارة التقنية ديال راديو فولتير، تحية للمتتبعين الكرام اللي كيتابعونا في هذا البث المباشر. كما كيعلم الجميع أننا كإعلاميين حضرنا الجام العام العادي والغير العادي اللي ينظمو مكتب النادي الرياضي القصري، وقفنا لمجموعة ديال الخروقات، وهذا كان من الاعترافات اللي اعترف بها الرئيس النادي وصرح على أن كان عنده سوء تسيير في العمل الفريق، وكذلك تصريحات ديال المنخرطين اللي هما كذلك قالوا على أن كان سوء تسيير وسوء تسيير. بالنسبة أولا نعطيه واحد نظرة شاملة على القانون المستمعين، عاد ندخلوا ونهضروا على الخروقات وعلى المشاكل اللي وقعت في الجام العام فيما يتعلق بهذا الباب ديال القانون الجديد. نعم معك انا سي احمد، ولكن غادي غير بغيت نعطي واحد الاشاره كمدخل او كتمهيد باش ندخل نتكلم على النظام الاساسي للجمعيات الرياضيه. هاد النظام الاساسي للجمعيات الرياضيه اللي كان فيه الكاتب العام تاه بواحد العجاله وتلا مجموعه ديال الفصول وتغاضى الطرف على مجموعه. على سبيل المثال النظام الاساسي للجمعيات بالقرار رقم 1100.16، هذا ما عرفش يقراه الكاتب العام وقال 1106،
أنا كنعاود القرار رقم 1106.16 كيقول هذا القرار هذا صدر العدد الأخير في الجريدة الرسمية 1466 بتاريخ 19 ماي 2016، قرار لوزير الشباب والرياضة رقم 1100.16 صادر 6 أبريل 2016 بيسمي النظام الأساسي للجمعيات الرياضية. ماذا يتضمن؟ يتضمن النقطة الأولى النظام الأساسي النموذجي الجديد في 41 مادة موزعة على 4 ديال الفروع. هنا 4 ديال الفروع اللي موجودة في القانون النموذجي اللي كتنص عليه المادة 41. السيد الكاتب الآن قرأنا غير 3 ومرة الكرام على وحدة، ولكن أنا نقرأهم 4 ونقول لكم حتى المادة اللي مر عليها. مثلا الفرع الأول يحدد كيفية التنظيم الإداري للجمعيات الرياضية وكيفية عقد الجموع العامة العادية والغير العادية مع تحديد الصلاحيات. الفرع الثاني يتناول هذا النظام قواعد التنظيم والسير خاصة المتعلقة بصلاحيات المكتب المدير وبمهمة المسؤولين الرئيسيين. الفرع الثالث فيتطرق لصلاحية اللجان والتكوين والسير. الفرع الرابع والأخير مقتضيات مالية ومحاسبتية بمعنى المحاسبية الميزانية الموارد النفقات، وعليه فإن الجمعية الرياضية مطالبة باعتماد هذا القانون من طرف الجمع العام الغير العادي تبعا للمادة 41. هو ذكر ثلاثة، ذكر الفرع الأول وذكر الفرع الثالث والرابع، وتغاضى الطرف عن الفرع الثاني اللي كيتناول هذا النظام والطريقة ديال التسيير ديالو الخاصة المتعلقة بصلاحية المكتب المسير وبالمهام اللي كيقوم بها. نرجع عندك السي احمد ونخلي الكلمه وباقي نزيدو نناقشوا النظام الاساسي للجمعيات الرياضيه. فيما يخص نتكلموا على المنخرطات اللي فعلا كانت ضجه خلال الموسم السابق خلال الجمع العام، اللي كانت قضيه ديال المنخرطات الجدد اللي تمنعوا من الدخول ديال الجمع العام السابق. أحمد السعدي منخرط فريق مدريد القصري عاش هذه المرحلة، شنو ممكن تقولنا على هذه المرحلة سي أحمد؟ هذا السلام عليكم، تحية رياضية للجميع. واللي باغي نقول سميتو على المرحلة ديال المنخرطات الجدد لأنها كانت غير سالمة، لأن ما وضعوش الملفات ديالهم في الوقت القانوني وعاد نخلصوا خارج الوقت القانوني، يعني ما كانش سميتو المسائل اللي كانت مضبوطه. وانا كنت كن سميتو من المنخرطين الجدد ديال السنه الفارطه، وهذا العام عندي سنتين في المنخرط. بالنسبه للسي احمد كيعترف بان كان الشق القانوني للمنخرطين الجدد ما كانش صحيح بحال اللي كيقول هو، ولكن القانون نصف هاد المجموعه قطع الحق خطر الجمع العام، وهذا الشيء اللي لقاه بالرفض من طرف رئيس الفريق، خوشي مكتب رئيس الفريق انا، ورئيس الفريق اللي امتنع عن تنفيذ هذا القرار القضائي. بالتالي وقعت مجموعه المشاكل ابتدائيا واستئنافيا. على اي غير قاصد انا، حنا مجموعه ديال المنخرطين التحقوا بالفريق من بعض المنخرطين الجدد اللي التحقوا في ظروف غامضه، وبالتالي كانت مجموعة من القيل والقال عن هذا الباب. نمشيو لمسيرة الفريق خلال هذا الموسم. الفريق نزل إلى الطاقم الوطني ثاني هو ده. هنا الشق التقني كان نقصوا مع الأخ فريد اللي ممكن هو اللي غيعطينا الأسباب اللي كيشوفها من منظور ديالو هو كتقني وكلاعب فريق للفريق. السلام عليكم سي مرجين، بالنسبة للسؤال الصحيح الأخ أحمد فيما يخص الشق التقني، أول حاجة أنا مقاطع النادي لي 5 سنوات ما كنتفرجش في الفرقة بجاج لا في الملعب البلدي ولا خارج الميدان، وبالتالي كنسمع الأصداء ديال الناس اللي كتمشي تتفرج، والناس ذوي الاختصاص ماشي الناس العاديين، الناس اللي ملمة باللعبة وكتعرف كتعرف كرة القدم شوية. كنسمع كانت الفرقة تاع اللي فاتوا لها قبل منو هي كانت إشارة تالي بعد 3 سنوات. علاش؟ حنا مثلا في مدينة قصر الكبير عندنا عدة فرق لا يزيد عن 8 فرق، دونك حنا ملي غنمشيو نجيبو حنا 17 لاعب خارج المدينة وما نقدروش يفات 5 ولا 6 سنوات نوفروا حتى واحد 6 ولا 7 لعابة محليين. هاد الحالة هادي هنا كنطرح علامة استفهام، الفرق ما كتوفرش على الفئة الصغرى
لا لميلي لا كادي لا جنيور الفرقه الكبيره ما عندهاش لي سبور ديالها. غنبقى نعيش في نفس الحاله دائما وابدا، نبقى كل عام نحاول ما امكن ما نطيحو شي، وبشتى الطرق اللي يا اما نشوفو الفراقين اللي نتلاقونا مع ماتشات، يا اما نسكلو على شي راجل نفرشو يصوب فينا، وبالتالي كانت معروفه الفرقه غتطيح القسم الوطني التاس. اخ فريد تطرق للمدرسه، وسي احمد السعدي من بين الناس المؤسسين لهذه المدرسه، الناس اللي اشتغلت صراحه بتفاني في سيناريو المدرسه. هنا كثر على ما تفهم من له مصلحه في ايقاف او ولو في ايقاف مسيره هذه المدرسه. هنا سي احمد غايب انورنا على السبب اللي خلى المدرسه ديال النادي القطري وقف، ولو انها ما عطات حتى شي ثمار، ما عطات شي حاجه، كانت هي واحد الغشاء ولو واحد الغطاء اللي كيوهموا الناس انهم راه الفريق خدام في فئه التحتيه. كنشكر الاخ احمد على هذا السؤال هذا، وهذا السؤال هذا انا بالنسبه لي هو مهم جدا، وغير غادي نصلح واحد القضيه، لان انا نائب المدير ديال المدرسه. حيت الاخ احمد قبيل قال بانني مدير، ولكن انا نائب المدير ديال المدرسه. المدرسة في الأول بأن كانت اتفاقية مع رئيس الفريق بأن المدرسة مستقلة تماما عن النادي الرياضي القطري. عبد الربيع نائب ديال المدير والمدير بدون أوراق شفويا فقط، بأن اكتسبنا واحد البيت عند واحد الجمعية وعملنا فيه بيرو وهذا إلى آخره. والحمد لله من بعد واحد المده وجيزه استطعنا بان غادي نقزرنا واحد المسكن، واتينا وكان عندنا 85 تلميذ في المدرسه. الا به سميتو السنه المواليه المدير توصل تعيين، وانا كان سميتو تعيين تقاليم بعد واحد المشقه، لان تل المدير قلت له انا ما يمكن ليش نزيد، لان عندنا دراري صغار وكنصفوا فيهم، وكان هذا نتفادى المشاكل. ومن بعد جاني التعيين، بعد ما جاني التعيين ديال المدرسه الا به بان كنشوفوا بان جات كتيبه وحده اخرى، وسميتو ما بقاش عندنا صلاحيه تاع في المدرسه، لان دخل كانت المدرسه صعب مستقله، ولا كاتب العام ديال الفريق هو اللي كيمشي المدرسه. اضطر المدير عمل الاستقاله ديالو، وانا تابع للمدير، ومباشره ملي كيعمل المدير الاستقاله ديالو انا اصليا استقلت مباشره موراه. الا به كنحسوا بان كاينه غير 11 تلميذ هما اللي بقاو في المدرسه، ومن بعد مشات المدرسه ومشى المقر وتوفى كل شيء، ما بقات لا مدرسه ولا والو. وهذا كيألمني، وعشت واحد الحاله نوصل لها من بعد التوقيف ديال هذه المدرسه. سي احمد نتكلم شويه تقنيا على المدرسه، لان انت كنت اكثر الماما بهذا الموضوع. كنت السنة الماضية جبت سي نصوح كمدير تقني للمدرسة، وكان صراحة كل شيء استشار خير بأن السيد ممكن يعطي الكرة القطرية، كون أنه إطار مكون في مجال كرة القدم. في فرنسا تعين سي نصوح ودع المدرسة ومشى في واحد الحالة لا يرتد عليها. ممكن توضح الناس أنه وقع سي نصوح سي أحمد في هذا الباب؟ ممكن، ولكن غادي نعطيك غير واحد الاجابه صغيره، لان سي نصوح، لان انا اللي وصلت للرباط، لان سي نصوح ماشي انا اللي جبته، يعني انا سي نصوح كنت كنسمع عليه لاعب ديال كره القدم، ونهار اللي جا على راسو بانه هو الدراب اتصلت به وهذا الى اخره. ولكن نهار اللي جا سي نصوح وجابوا رائد ديال الفريق، لان البرنامج اللي كنسطرو سي نصوح برنامج ممتاز، وسميتو كان اوطور ديال التربيه البدنيه، هما اللي كانوا سميتو كانوا قايمين بالتدريب ديال الاطفال الصغار. الا به بان كنسمى سي نصوح بان ما خداش المسائل الماديه ديالو، وهذا
وطلب بان كان كي يكون شرف يعلي من الجن ديالو الى اخره، ومشى في حالته ما سميتو لحد الان كيتصل بيا وكيسول عليا مسكين وهذا، وكيقول لي هذا مع السي الرئيس، ولكن انا ما دخلت فيه لان ما جبتوش انا، جابوا السي الرئيس كيبقى داك الشيء بينه وبين بين بين الرئيس. وكل احترامات للسي ناصر لان رجل كفء وكنا فرحانين فهي لي بأسف. استحمت بالنسبه للمدرسه لان المدرسه كنعتبروها المستل ديال الفريق والاستمراريه ديالو، وبالتالي ان البقاء ديال المدرسه كتشتغل كيعني الاستمراريه ديال الفريق اللي تاسس سنه 1932 وصنفوا فيه مجموعه ديال الاخوان ومجموعه ديال الناس اللي ضحات باش يبقى الفريق. المدرسه الفريق النادي ديال القصري بحال اللي قلتو كانت واحد المقر ديال الفريق اللي كان كيديروا الاجتماعات في المكتب ديال نادي المكتب، في المكاتب ديال المكتب. شفنا كانوا مجموعه ديال الاليات ديال المدرسه، هاد الاليات اللي كنتو كتشتغلوا فيها. بعد المغادره ديالكم للمدرسه فين وصلت هاد الاليات وهاد الشهاده؟ لان قيل الكثير في الشارع على هاد القضيه. وكل اسئله مهمه تقطع عليا من طرف سي احمد، لان في المدرسه وانا اللي عشت في المدرسه وسيرت مع الاساتذه التضويه اللي كانوا هما اللي عاينين بهذا التدريب ديال الدراري الصغار. المدرسه بكل صراحه لان ما كانتش سميتو محتاجه للنادي الرياضي القصري، وكان كل شيء غادي في احسن الظروف بالنسبه للمدربين. كتخلص وقتو مع عندنا كاتبه كتخلص وقتها، التلامات كنا كنعملوا بهم سميتو مباراه، عملوا رحلات، شاهدوا المباراه النهائيه ديال كاس العرش. المهم مجموعه ومع الاخر في الاخير السنه الاولى وفي الاخير خلينا الفائض للمدرسه. الا كنتفاجئ انا من السيد رئيس النادي الرياضي القصري بان كيقول بان المدرسه هي السبب في الازمه ديال الفريق النادي الرياضي القصري. هذا غلط، لان العام السنه الاولى خلات الفائض للمدرسه، السنه الثانيه سميتو ما بقاوش تلامد بزاف، ومن بعد كل شيء مشى بحالاته وحنا ما عملنا الاستقاله ديالنا. هما استمروا واحد المده صغيره باش جابوا المدرب سينا صلح، وهذا ولحد الان لا يعلم احد منا لا المدير ولا انا يعني في مشات هذه المعدات ديال المدرسه. غنتكلموا نبقاو في الجانب التقني. معنا سي حميد عايش مجموعه الازياء، وكان من بين الناس اللي عاشت الوقت ديال النهضه ديال الكره، النهضه الرياضيه في القصر الكبير. غنطرح واحد السؤال لسي حميد، واحد القراءه او مقارنه بين الوضع ديال اللي كان قديم في المدينه الرياضيه وحاليا دابا، والاسباب ديالو من خلال التتبع ديالكم لجميع مقابلات ديال فريق النادي القصر. عليكم السلام سي مرضي. مرحبا بك سي مرضي. غادي نعطيك واحد مداخله يعني اللي غادي نحاول نلخص فيها يعني الواقع ديال النادي الرياضي القصري من الجانب التقني. يعني لمده هذه تقريبا واحد 16 سنه 14 سنه ما كنا كنزاولوا بنا الفريق، وما هو صحيح الفريق الان على المستوى التقني. يعني هذه تقريبا 16 سنه او 14 سنه كان الفريق كله مشكل من شباب مدينه القصر الكبير. يعني غالبا اللاعبين اللي كانوا كيزاولوا داخل الفريق كانوا كلهم مدينة القصر الكبير، مع العلم ان الكره في الوقت ما كانش عندها امكانيات ماديه وما كانش عندها يعني الامكانيات اللي كتوفر فيها حاليا. ومع ذلك كان مجموعه من الشباب ذو اعضاء كبيره منهم مشاو الفريق، حتى ان بعض اللاعبين كانوا كيزاولوا معنا راهم الان كيمارسوا كمدربين لفرق كبيره على مستوى وطني، منهم صادق مرابط، منهم حسن الدومي، منهم لاعبين كبار، هادو كلهم مروا من فريق النادي الرياضي القصري وفي واحد الظروف مزريه، يعني ما كانتش امكانيات ماديه بحال اللي متوفره حاليا. دابا اذا درنا واحد المقارنه وصلنا للفريق حاليا وتقريبا نتكلموا على السنه الفارطه والسنه ما قبل الفارطه، يعني فريق كله انتدابات من خارج النادي القصر الكبير. يعني الا جينا نشوفوا على ان غالب اللاعبين اللي كيشكلوا الفريق كلهم من خارج نادي القصر الكبير، يعني هذا كيدل على ان الفريق عنده امكانيات ماديه هائله
وفي نفس الوقت يتم اقصاء لاعبين اللي هما شباب نادي القصر الكبير واللي هما صراحه كان يمكن لهم يعطيو الكثير وكان يمكن لهم يمشيو بعيد كره القدم. على اي حال المشكل التقني اللي كيعيشو اللي انا من الفارق انا فارقه وهو ان الفارق كان عنده عناصر كبيره وممتازه لكن المشكل هو المدرب. يعني سنة فارقة ما كان فارق عنده مدرب وما كانش عنده لجنة تقنية كبيرة. يعني لجنة المدرب ديال سنة فارقة ما كانش كف وما كانش قادر على قيادة الفريق. وبالتالي على أنني شاهدت ما يناهز في 9 مباراة 8 مباريات داخل الملعب وخارج الملعب. بمعنى واحد هزلة كبيرة على مستوى المرض التقني والبدني والتقني. وهذا دليل على أن الفريق سنة فارقة كان ينقصه مدرب كف كبير. وهذه النقطة اللي كنا تكلمنا عليها يعني في السنة وطالبنا بحكم أننا كنا كنزوروا الإخوان ديال المنخرطين والأخ حماد وبعض الإخوان اللي كانوا مقربين من الرئيس وطالبناهم بأنهم يستقبلوا مدرب كف كبير اللي يقدر يمشي هذا الفريق ويقدر ينقذ الفريق من السقوط. إلى أن تعنت الرئيس وكذلك المافيا اللي كتشتغل معاه لأن ما نشوفش بأن عندنا واحد المافيا خطيرة كتشتغل في كرة القدم حاليا وكتضم المدرب الحالي والمساعد ديالو وكذلك الرئيس لأنهم شكلين واحد الفعالية ما كيبغيوش ينتدبو شي مدرب كبير باش يبقاو هما فقط كيستافدو هما. وطبعا هذا هو هذه النتيجة النهائية بمعنى على الفريق هما شنو دارو هما دارو على الخطة يعني بغاو ديك الإمكانيات ديال الفريق فقط يستافدو منها غير هما. يعني لان باش يستقبلوا مدرب مثلا خارج المقصر كبير يعني المدرب كيطلب واحد مثلا الاخ تخلص الواجب الشهري ديالو ومنحه ديال التوقيع والكيراء والاكل والتنقل هادشي كامل هما كانوا كيشوفوا على ان هادشي هذا يعني ما خصهمش يخسروا لان كيشوفوا على ان هذيك مثلا الامكانيات اللي يقدروا يستقبلوا بها مدرب يستقبلوا منها هما. وبالتالي لما هما يعني فكروا انهم يستفدوا النتيجه اللي وصلت الفريق نزل والفريق الان كيعيش الولاد والفريق الان يحتضر على جميع المستويات. وصراحه هذا هو الملخص لقصتك وهذه الحقيقه الكامله وراء هذه الحيده وهذه السقوط ديال الفريق المزود ديال الفريق المدربي القصري واللي صراحه هذا واحد وصمه عار لان جميع الرياضيين من القصر كبير خصهم يتحملوا المسؤوليه ديالهم حاليا وخصهم ينظروا للفريق وخصهم يتكتلوا وراء الفريق لازاحه هذه المافيا اللي كتدير الفريق. وهذا ما سوف اقول لك وشكرا. شكرا سي حميد على الكلمه اللي كانت صراحه شامله فيما يتعلق بالمواد التقنيه. اللي لاحظنا في السنه الماضيه نزول فريق النادي الرياضي القصري الى القسم الوطني الثاني هو وبالتالي النقطة اللي أفضت الكأس هي نقطة قضية أستاذ المغرب نقطة لاعب مدعو زكريا اللي تم الإشراك ديالو هو غير مؤهل لمجموعة من المقابلات الخاصة بمباريات الجية. معنا سي محمد طويهر ملم بالقانون العام للعبة بحكم أنه حكم سابق ومندوب ومسير في فرق النادي الرياضي القصري فترة من الفترات. سي محمد شنو ممكن تقولنا على القضية ديال الصد المغربي وما ترتبت عليه من سلبية ضد فريق النادي الرياضي القصري؟ بالفعل كما كيعرف الجميع هي قضية ديال اللاعب زكريا مقداد اللي كان في النادي الرياضي القصري ومن بعد تم تعويضه بلاعب اخر اللي كان هو على ما اظن ذكر السميه ديالو المهم على العلم هاد المساله ديال زكريا مقداد اللي ممكن يكون تفتح الميركاتو الشتوي كان تم الغاء ديال هاد اللاعب هذا وتم تعويضه بلاعب اخر. هنا كما قلت سابقا وكتبت وقلت لك اللي كيتحمل المسؤوليه بالدرجه الاولى الكاتب العام اللي كيتحمل المسؤوليه بالدرجه الثانيه هو كذلك اللي كيشاركوا في المسؤوليه كذلك هو المدرب
وكذلك الرئيس. كيف يعقل ان الكاتب العام يمشي يدور راسو هكا يمشي للجامعه ويبغي هذاك اللاعب ويتم تعويض ديالو بلاعب اخر دون اشعار من طرف الاداره التقنيه او موافقه الرئيس؟ هنا ما كنتكلم، يعني كنتكلم على الكتابه العامه وكنتكلم على الرئاسه وكنتكلم على الاداره التقنيه، يعني الثلاثه ديال الاطراف هما كانوا سبب هذا اللاعب هذا اللي دابا هذه المشكله دابا استاد مروكان وقصر كبير ووجده اللي انتم كتعرفوا كيفاش وقعت الوقائع ديالها وكيفاش تم الهدي، ولكن هادشي اضافه نزيدوها ما نطولش في الكلام. القضيه ديال الاستاذ المغربي خلات واحد الاثر كبير، يعني لقيتو مثلا على الصعود ديال الفريق الاتحاد السنوي الا في اللحظات الاخيره، وكواليس ديال الجامعه اللي فعلا حاروا انه القرارات يمكن تتاخذ. هذه كان جرأة عند الكاتب العام اللي قال هو كيتحمل المسؤولية ديال هاد التحايل، وأمام صمت رهيب وعدم تحريك أي ساكن طرف المكتب المسير في هاد الباب. على أين؟ فريق النادي الرياضي القصري نزل، وخلال الجامع العام سمعنا واحد القسم مشترك بين الكاتب العام والرئيس كيقول أنهم رقم ثلاثة هو قسم مشترك بيناتهم. الكاتب العام كيقول الفريق كان عيطيح ثلاثة المرات. الرئيس قال بكل وضوح وبدون حياء وبدون حشمة أن طلع الفريق كذا المرات. هذا سؤال كنوجهو لجميع الفعاليات اللي حاضرة، ممكن نحسبوها حسابيا فين طلع الفريق كذا المرات؟ إذا كان في القسم الوطني الثاني هو كيطلع في القسم الوطني الأول كيطلع المجموعة الوطنية، عمر الفريق النادي الرياضي القصري ما كانش المجموعة الوطنية. سي محمد انت معروف بالشويه ديال التكيفيه ديال الفكاهه مع هذا، شنو تقول على هاد الثلاثه؟ واش متفقين عليهم ولا شنو؟ وفي الحقيقه انا ما سمعتش ان طلع الفرقه ثلاثه ديال المرات، قلت ربما يكون طلع القمر ولا الفضاء ولا، ولكن الحقيقه كان عرض كيعرف الجميع هو طلع الفرقه. إيه انا كنعترف واقر انه طلع الفرقه، من كان مدرب وكانت الفرقه في كاس الوطني الثالث شمل عام بالصحيح. هذه الاولى لان سنه اللي طلع الفرقه وطلع الفرقه بسيط، لانه طلع جوج مرات، طلع كمدرب وطلع كرئيس. العام الاول كمدرب هي من طلعش من طروازيام سيري الى القسم الهواز. العام الثاني هو من كان في الهواز جوج ومشات في الهواز واحد، وبالضبط المباراه اللي كانت في الزايده وربحنا الزايده بواحد الزيرو وكان ماركاها شماله. هذه هي جوج المرات، لكن الثلاثة يقول لنا يجاوبنا على الثلاثة، لكن لا أظن أساسا، وأتحدى أي واحد يقول لي ثلاثة، ولو الرئيس أتحدى، أنا وجها لوجه أنك طلعت الفرقة كمدرب من القسم الثالث إلى القسم الثاني هو، ومرة ثانية 2000 كنظن 2000 بالضبط 2008 2008 2009 طلع من القسم الوطني أول من القسم الوطني الثاني هو إلى القسم الوطني الأول هو. شكرا على الاخره. بالنسبه للقسم المشترك بيناتهم ديال الثلاثه، كنعرفوا بان الفريق العام اللي قبل منه كان غينزل لولا القضيه ديال بوزنيقه. العام الثاني كان غينزل لولا القضيه ديال بلديه خميسات. العام اللي فعلا نزل هنا الاسباب اللي كان نعتبرها اسباب تقنيه واسباب اداريه هي اللي كانت السبب في النزول ديال الفريق. سي احمد شنو ممكن تقول لنا على الاسباب الاداريه؟ تبدو انك عشتي مع مجموعه ديال اللقاءات بسبب انك غيور ومنخرط ومحب للفريق النادي الرياضي القصري، هذه يمكن اقصى شي واحد. انا غادي هذا غير واحد القضيه، لان انا غادي نتكلم على التسيير. انا ما عندي مشكل مع شي لاعب او شي مسير او مع رئيس او شي واحد في الاداره التقنيه، ما عندي مشكل مع حتى شي واحد، كاملين خوتي وكاملين صحابي وكنطلعهم وهذا ما عندي حتى مشكل معاهم، ولكن كنتخالف معاهم في التسيير، لان انا بوحدي ما غنجلسش سميتو نغير شي حاجه، ولا حتى الفكره ديالي اذا قلت سميتو لا تؤخذ بعين الاعتبار تماما، لان بوحدك ما يمكنلكش دير شي حاجه، وانا غادي نهضر بان هذه سنتين وانا كنتفرج في الصارع داخل المدينه وخارج المدينه.
اللي جعل الفريق في أطول السنة هو هي الإدارة التقنية والتسيير والمكتب المسير. كان المكتب المسير كان سميته فريق بالنسبة للعادة ما كياخذوش الصالة ديال الوقت، ما كياخذوش البريم، المشاكل هذه الدار، ها المحكمة، ها هنا، ها ما بادش شي، ها الاخر ما جاش شي، هذا الى اخره. هذا كيقول السيد الرئيس بان المنحة ما كانتش، وهذا هما الاسباب اللي ما جاش. وانا بالنسبة لي انا راه شفت 90 مليون دخلت المنحة هذه خارج البلدية، وهذا مهم. هذيك 90 مليون كان بامكانه بان كنشوف انا، ولكن الله اعلم، انا كنشوف بان كان بامكانه يغطي بزاف ديال الحويجات اللي سميتو في الاداره في المكتب المسير. اما بالنسبه لسميتو الاداره التقنيه، بان انا كنشوف ما كاينش شي، لان اللي عنده شي حاجه في رجله هي اللي كتسالو، ما كاينش شي اضافه كتعطى من الاداره التقنيه. انا كنشهد بان هاد السنه هادي كان عندنا من احسن الفريق ديال في القسم الهواد، وبتفرج فيه المباراه الاولى قلت بانني مطمئن باننا غادي نكونوا مع الاوائل، ولكن الاداره التقنيه ما كاينش شي، كاين مجهود ولكن ديك المجهود محدود، لان ما سميتو اللي عندهم كيعطيوها وصلت عندي، لان ما كاينش شي اضافه. وسميتو الصوت الاول هو الصوت الثاني، بعد مرة التغيير كيكون ماشي في محله، لان ماشي هو اللي كيغير، لان كاين ناس اللي كيكونوا خارج بقعة الملعب وكيغيروا، ولا حول ولا قوة الا بالله. اخ نور الدين، حتى لا نطل على المستمعين، نعود اليهم بعد استراحه.